يقول أنا رجل متزوج ولدي أبناء وأرغب الزواج من الثانية، لكن زوجتي تعارض ذلك وتقول إن تزوجت لابد أن تطلقني وأنا أخشى فتنة النساء، فبماذا تنصحونني؟ أن تتوكل على الله وأن تتزوج وتعدل بينهن، لا تظلم الأولى، أعطيها حقها، وإذا لم تظلمها فليس لها حق في أن تمنعك من الزواج، هي تطالب بحقها فقط، فإذا قمت به وعدلت بينهن فليس لها حق في مطالبة بالطلاق، وهي تكون ظالمة إذا فعلت هذا. وجاء في الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير حق حرام عليها رائحة الجنة، هذا وعيد شديد. نعم.